هي طبعا الفريقين بيدخلوا المباراة دي، السعودية فازت على فيتنام، فيتنام أضعف فرق المجموعة تصنيفا، وعمان فازت على اليابان اللي هي أقوى أعلى فرق المجموعة تصنيفا. أفتكر إن المنتخب السعودي الأيام دي هو بيعيش في 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 أيام جميلة جدا بالنسبة له، في استقرار فني كامل على مستوى الجهاز الفني، على مستوى اللاعبين، على مستوى الاهتمام، على حتى ده كله ينعكس على النتائج. لكن المفاجأة اللي عملتها عمان هي مفاجأة كبيرة جدا، أفتكر إنها دقت ناقوس خطر لكل فرق المجموعة. نعم. وأفتكر إنه نتيجة عمان هي نتيجة مستحقة، لكن كمان هي نتيجة يعني ذات وجهين، سلاح ذو حدين. نعم. يا إما إنه المنتخب العماني أدته النتيجة دي دفعة معنوية هائلة جدا. نعم. والدفعة المعنوية دي بتصعب من مهمة الأخضر السعودي في المباراة دي، خصوصا الفترة قريبة، يعني لسه هم عايشين الحالة بتاعت النشوة. أو إما إنه هم ناموا، إذا كانوا ما تعاملوا مع الانتصار ده باحترافية حيدخلوا مشي من الغرور، حيفتكروا إنهم يعني حيلعبوا مع المنتخب السعودي وهم فايزين على اليابان، فأفتكر إنه حياخذوا علقة ساخنة من المنتخب السعودي.